زاد الإقبال على عمليات التجميل في الجزائر بعدما تم استحداث التقنيات الجراحية التي كانت الغالبية يخشونها، وكذا نظرة المجتمع لهذا الأمر من باب الغير المألوف أو حتى المرفوض. العملية التجميلية رانا نستقبلوا زبائن من كل الولايات. من وقت فات كانت حسنة على الدول الخارجية، نسبة العملية تزادت أكثر. Здравствуйте, вас приветствует русский дом Елены. Ouvre pour Algérie quelque chose de nouveau pour Algérie le fille pour Algérie fille elle très très satisfait. تقليل التكلفة الإجمالية لعمليات التجميل أصبح يشكل عامل إغراء للكثيرين بعدما كان الأمر مقتصرا على الميسورين فقط. بروبليم تاع كرشي من لي زاكوشمون بزاف ولا البروبليم اللي يقلقني صار لي ترهل او ميم طون لي بري سون موان شير. يدفع اموال باهظه في عمليه التجميل اللي تندار عندنا في الجزائر الحمد لله باسعار معقوله. حنديروا عمليه تجميل تقريبا كنا نقول لك بالك في الخارج 10 اضعاف واش نديروا. اون في دي ريدكسيون دي ريميز سور لي بري باش كامل الناس يقدروا يديروهم. باش ندير حبيت ندير عندي بروبليم في لي سيرن والاخر كنت رحت ديجا ليترونجي وسقسيت وشفت لي بري خياليه. عمليات التجميل سابقا كانت وسيلة لعلاج تشوهات ناتجة عن حوادث مثلا، أما اليوم فصارت موضة يركض وراءها الجميع لتحسين المظهر بأي شكل. انا يا ديسيديت كان كنت سور بوين يعني كان لو بوين تاعي شويه زايد ماشي غير على الكوتي تاع لو بوين ولا كان المشكل تاعي هو لو فونتر تاعي وبيان كيما نقولوا حنايا على مستوى البطن الميتسا جيت او دوبو درت عنده لو دوبل مونطون يعني الدقن المزدوج. التجميل ماهوش خاص غير بالفتيات والنساء ولا خاص حتى بالرجال، يجون حتى الرجال لتجميل الجسم، تجميل الانف، تجميل الوجه، ازاله التجاعيد، ازاله تركيب الشعر، زرع الشعر. الجراحة التجميلية سلاح ذو حدين، فكثيرا ما يقع الراكضون نحو تحسين شكلهم في حوادث مأساوية نتيجة أخطاء في العمليات أو حدوث مضاعفات.